السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا. أنا بحب الكنافة بالفراولة قوي وبعملها بكذا نوع. النهاردة هعملها لكم بطريقة يكون السمنة فيها قليلة والسكر فيها قليل وطعمها حقيقي تحفة. في محلات شهيرة بتبيعها وانتوا عارفين الأسعار عاملة ازاي. أنا آخر مرة سألت عليها كانت في حدود 250، أنا هعملها مش هتكلف معاكي 50 جنيه، وتطلع خطيرة وطعمها حلو جدا، وانا لما جربتها عجبت كل اللي دقها بصراحة. انا بعملها بطريقتين، في الطريقة دي اللي هعملها معاكم، ودي سهلة وسريعة ومش هتاخد مننا لا سمنة كتير ولا سكر كتير ولا وقت حتى، وتطلع معانا وتبقى جاهزة. عندي هنا نص كيلو كنافة، انا جايبها طرية طازة، قطعتها زي ما انتم شايفين، وممكن اقطعها بالمقص. لو عندك كنافة في الفريزر هنطلعها ونحطها في الكبة ونفرمها ونعملها بنفس الطريقة، هتطلع معاكي حلوة ان شاء الله، بس لما تكون طازة بتدي طعم حلو جدا. خلص كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين. كده خلاص، تعالوا بقى نعمل خطوة التحمير. عندي هنا في حدود 4 معالق زيت ومعلقتين سمنة. ايوه، استعملت زيت مع سمنه، بتدي لون حلو جدا والطعم مبقاش باين اصلا، مبقاش باين ان هي زيت، وبتبقى حلوه جدا. يعني مش شرط ان احنا نستعمل سمنه بس او زبده بس، لا، نعمل خليط ما بين السمنه والزيت او الزبده والزيت. هحط هنا نص كوبايه سكر واقلبها لحد اما تاخد معايا لون ذهبي، يكون على نار هادية. هي في الأول هتبدأ تعمل تكتلات زي ما انتوا شايفين أول ما تتشرب السمنة بتاعتي، بعد كده هتفك وهتديني اللون الذهبي وهتفتح من بعض كده وتبقى مقرمشة زي ما انتوا شايفين. وممكن الخطوة دي نستبدلها بأن احنا نشرب الكنافة بالزبدة أو بالسمنة، وبعد كده نفردها في صاج ونحطها في الفرن ويكون درجة حرارة هادية هتدينا اللون الذهبي. تعالوا نعمل الكريمة بقى، والكريمة دي حلوة جدا نستعملها في حاجات كتير. عندي هنا نص كوباية سكر، 3 معالق نشا، معلقتين دقيق، وهنزل بكيلو لبن. الطريقة دي بعملها مع صينية الكنافة اللي بنعملها في الفرن، وبعملها مع الجلاش والقطايف، بتبقى حلوة قوي وبتفضل طرية لحد تاني يوم أو تالت يوم كمان. هقلبها على نار هادية لحد ما احس ان القوام تقل شوية، وبعد كده هنزل بمكعب زبدة في حدود معلقة صغيرة. كده خلاص الكريمة بتاعتي جاهزة. عندي هنا بولة، البولات دي بتتباع في اي مكان لمستلزمات الحلويات، هبقى اسيب لكم لينك للمكان اللي بشتري منه الحاجات بتاعت الحلويات. هاخد نص الكمية ووزعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها. ريحتها كانت جميلة جدا. بعد كده هنزل بالكريمة زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تبرد شوية، هسويها واسيبها تبرد شوية. بعد كده هنزل بالطبقة التانية وحاول اوسعها بالراحة خالص كده. الطريقة دي ينفع نعملها مع كذا حاجة، ممكن نعملها بالمانجا، ممكن نعملها بالموز، ممكن نعملها بالكمبوت خوخ، بتبقى تحفة. هبدأ بقى أقطع الفراولة ووزعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. أنصاف الفراولة كانت كبيرة فوزعتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ما استعملت الصغيرة. لو عندك فراولة صغيرة ممكن نستعملها كاملة. لونها رهيب. اي شكل عشوائي ممكن تعمليه، ما شاء الله شكلها حلو قوي وكانت جميلة جدا. كده خلاص خلصتها. هنيجي بقى لخطوة التلميع. عندي هنا جل تلميع بطعم الفراولة ولون الفراولة زي ما انتوا شايفين، طبقة خفيفة كده هتدي شكل حلو جدا وهتخلي الفراولة تقعد فترة أطول ويبقى شكلها أحلى.
بعد ما خلصت طبقة الفراولة، اتفضل حبة من الجيلي زي ما انتوا شايفين، فزودته بحبة مية صغيرين، وبعد كده وزعته في الأماكن اللي باين منها الكنافة، ادت شكل جميل جدا جدا، وحقيقي كان طعمها رهيب وشكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. ينفع نعملها ونبيعها للناس اللي بتحب تبيع اونلاين، الطريقة دي سهلة بالنسبة لهم، ما شاء الله كانت جميلة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. ما تنسوش اللايك والشير، وتابعوا سفرة مصرية هتلاقوا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.